يا رب يا صلاح. محمد صلاح، محمد صلاح، وابا الله 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 يا بلاد الله الله يا بلاد الله. السلام عليكم يا اخوانا، الحمد لله خلصت الفات شامبيونز بتاعت منتخب مصر، وايه كفاره وتوبه وكل حاجه. انا مش هعمل مش هعمل الموضوع ده تاني، مش هحرق عليكم اكتر من كده، لاسيبكم مع الفيديو بس خلاص. الفات شامبيونز اللي جايه ان شاء الله هلعب بمنتخب افريقي، او لو في اي فريق تاني في دماغكم، يعني انا اللي في دماغي اعمل برشلونه وريال مدريد والكلام ده، بس لو في حاجه تانيه في دماغكم قولوا لي تحت في الكومنتس، ادوني برضو فكره عنها. الفات شامبيونز كلها كانت على الستريم، هتلاقوا لينك تويتش تحت لو حد عايز يعمل فولو او حابب ان هو يبقى ينورنا في الستريم. يا رب الفيديو يعجبكم، اهم حاجه ما تنساش تعمل سبسكرايب، لايك للفيديو على اليوتيوب، لايك للفيديو على فيسبوك، او حابب تعمل شير يبقى يعني يا سلام يا سلام على راسي. يا رب الفيديو يعجبكم، السوشيال ميديا اكونت بتاعتي هتلاقيه في تحت في الديسكربشن لو حابب تعمل فولو او حاجه، وبرده الكوتشنج سيشن هتلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن، لو دوست عليها هتلاقي كل التفاصيل. سيبكم مع الفيديو، سلام عليكم. نخش نشوف عايز يقول ايه. نخلص كده وقلنا لهم نجيب الاليت، يا ساتر وايه سويت، يعني حاجه منتهى التعريق. اما نشوف اما نشوف الواد ريناتو كده بيلعب على كيمستري 8 ولا 10. كابتن احمد حسن كوكا وضربه البدايه في مشوارنا للاليت. انا غيرتش الخطه، يعني غيرتها، اقسم بالله حاسس اني غيرتها. يا عم غيري بقى. ايه لاي كلام ده، ايه لاي كلام ده، الله. وتريزيجيه يا ابن اللعيبه، يا تريزيجيه يا ولد، يا تريزيجول يا جميل، بس بيانات صلاح تدرس. سمرس سمرس سمرس، هتعرف 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 هتعرف. امسك يا شمايكل، صح. يلا يا ولد يا صلاح، يا راجل يا ايتو، يا اخوانا الموضوع تأزم، الموضوع تأزم بشدة. الماتش اللي فات ده انتوا ما شفتوهوش، ترى هل ترى فيها إليت ولا لا؟ يا ساتر يا رب يا ساتر. وقيتوا صامويل، لقيتوا يا ولد يا ولد يا صامويل، لقيتوا يلا. يا ولد يا صمو لقيته، يا ولد يا صمو لقيته، يا سريع يا لعيب، الله عليك يا ابني. الماتش اللي فات كان لازم لازم الاداء يبقى كده الصراحه، الماتش اللي فات يعني كان مباراه للنسيان خالص. طبعا هيطلع يجري يا ولد ولد، يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا لهوي يا لهوي يا جدعان على اي كلام. احجازي ده احجازي ده، واش مايكل زي ما طلعتش خدتها يعني. ها حكم فش حاجه، فاهم.
عليا ازاي؟ طب ما تديني ضربة ركنية. ادينا حاجة يا اخي، حرام عليك. وهو ايتو يا راجل، حرام عليك يا ايتو. يا جدعان الاليت يا جدعان، ولد يا صلاح حرام عليك، مش مالك يا حبيبي؟ قول يلا 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 يلا. وهو يا ولد يا نيمو، يا ولد يا نيمو، يا ولد يا مي يا ولد، رجع يا ابني كونستنت، ولا خليه كونستنت، يلا خليه كونستنت زي ما هو. ان شاء الله هنجيب، ان شاء الله هنجيب. ونمر حرام عليك يا اخي، حرام عليك يا اخي، حرام عليك يا اخي. ازاي يا نيمار دي يا راجل، يا راجل حرام عليك، ازاي يا نيمار دي تضيعها؟ يا نيمار يا نيمار حرام عليك يا نيمار. يا باي يا نيمار، حط يا نيمار، حرام عليك. اخسر والله، اخسر. راح الإليت كمان، يلا يا نيمار حرام عليك، كنت تخلص ام الكوره. ما خلصتهاش ليه بس؟ ما خلصتهاش ليه؟ كنت تخلصنا. خساره يا بيت، خساره. منتخب مصر تخاذل، تخاذل على يد نيمار. انا لا اله الا الله، لا اله الا ايه ده؟ ايه ده؟ ما كل هذه الاساطير يا ولد يا شمايكل؟ تعرف تلحق؟ ما اعرفش. كارلوس قاعد يتوغل يتوغل يتوغل. وهو الله عليك يا ابو صلوح، الله عليك يا ابو صلوح، يا ولد يا ولد. وكوكا الله عليك يا نجم منتخب مصر، الله يا سبير هيد يا هيبي تانك. ارجع 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 ارجع. صح خسارة باش يا ولد يا شمايكل، يا ولد يا شمايكل، يا ولد يا شمايكل. بس 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 يا ولد اش مايكل، قول يا علي وانا بعمل حاجات باحمد حسن كوكا. ايتو صامويل، ايتو صامويل، ايتو يا ولد، صامويل ايتو يا ولد. وهات الكوره، هات الكوره يا ابني علشان نجيب جوال اكتر. يا ولد يا ولد، مش مايكل، بس بس لا لا، غلطات غلطات ملهاش اي لازمة، ملهاش اي لازمة. يا صلاح يا ابني، يا ابني يا ابني، حرام عليك. دايس اكس، دايس اكس، حرام عليك يا راجل، حرام عليك يا راجل، حرام عليك والله. دايس اكس يا ايتو، يا ايتو حرام عليك يا ايتو، يا ايتو دايس اكس والله. ثلاث ماتشات يا جدعان، ثلاث ماتشات، ثلاث ماتشات، هتعرفه ولا مش هتعرفه؟ يخش خش يا بعد ماتش، خش خش خي.
طب دي فرقة على الله، دي فرقة على الله، مقلقش يعني؟ كنت هكسح كسل؟ هو ما بيعرفش يلعب تقريبا حاجة، تقريبا يعني هيطلع والله. قلت لك والله شكله هيخش يلعب، كان عمال بيجوكي وهو المفروض يجري. ده الاسبوع اللي جاي نعمل افريقيا يعني، انا الصراحه هعمل حاجات تبقى الفرقه بتاعتها حلوه، انما جلد تاني جلد زيت مش هعمل. يا ساتر يا رب، خلت ايه يا اخوانا اللي انتوا جايبينه لي ده؟ خلت ايه؟ احمد حسن كوكا في مواجهة واحد لواحد مع الخوليتا، مواجهة من النوع التقيل جدا الصراحة، ما كناش متخيلين ان هي ممكن تحصل بس حصلت. ومحمود حسن تريزيجيه، يا تريزيجيه لعيب قوي، يا تريزيجيه لعيب قوي 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 والله، لعيب كبير جدا، خدع ادامة تراوري وراح على الرجل الثابتة. ومحمد صلاح، انما ايه، جوهارت جوهارت والله، عمرو طارق عمرو طارق يا راجل. اي 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 ايش مايكل بيصد الكرة وترجع له تاني. وهو الكابتن ايتو صامويل ايتو فيز، صابوا لقيته فيس بس صفر. وصلاح بيمينه بيمينه ماشي، بشماله ماشي، بيمينه ماشي وبشماله ماشي. الله عليك يا ابو صلوح. عامة والله كان فيها اليت 3. شوف انا بحلف بالله، بس يعني ايه الفكرة، ان انت صعب قوي تلعب بالفرقة دي الا لما تكون مركز يعني مليون في المية، لازم تفضل ايه مراعي ان كل لعيب مش تعرف تباصي ولا تعرف تجري من الدفاع. لا ايه اللي وقفك، ايه اللي وقفك، ايه اللي وقفك بس. شوف سايد صح، والله يا ايتو يا صامويل يا ايتو يا ولد يا ولد يا صامويل يا ايتو يا ولد يا ولد يا ولد يا سامي مرسي. الحمد لله الحمد لله يا اخوانا، اخر ماتش يا اخوانا، اخر ماتش اخر ماتش. عباسي برضه بيلعب بمصر وبيلعب بمين بقى الجول؟ امال عنده مين؟ الواد اوكوشا ايه؟ الله يا كوكا، الله يا كوكا، الله يا كوكا، الله يا كوكا يا ابن اللعيبة. لا لا اوعى اوعى اوعى، مش اوف سايد. حط يا ولد يا ولد يا ولد، يلا يا ابو صلوح. صح حقيقته قوي، يا كوكا يا كوكا، هدف عالمي والله، هدف عالمي يا ابني، الله عليك الله عليك، تسلم رجلك اليمين يا ولد، الله عليك يا سيدي يا سيدي، اذهلت العالم كله والاستاد. ويا نهار ابيض يا ولد، اضرب اضرب، كارت احمر كارت احمر مش مشكلة، خد بس اقول لك تعالى.
يا ابني نسيت الكورة، يا ابني نسيت الكورة. شوف سايد ده، خسارة. يا عطار ولا يا ابن الذين، يا ايتو يا ايتو يا ايتو يا ايتو يا ايتو، حرام عليك يا ايتو، والله يا ايتو يا ايتو، يا ولد يا ولد اديني يا ابني. يلا ادي ادي يا صامويل ايتو، ضرب الجزاء يا حكم، يا ولد يا صامويل ايتو يا ولد، الله والله العظيم. وزي الكونغو ادينا يا ابني واحدة زي الكونغو، الجولد وان، الجولد وان يا ناس، الجولد وان يا ناس، الجولد وان ادينا يا ابني. يا ساتر يا ساتر، وكان فيها اليت والله، والله كان فيها اليت، بس نقول ايه بقى؟ اطلع اطلع وحط يا برونو، يا سلام عليك. والله الانتدابات هما اللي انقذونا، والراجل هيطلع من الماتش ولا هيعمل ايه؟ وطلع من الماتش، ومبروك علينا جولد وان يا ناس. يا ابقى قابلني لو عملت الموضوع ده تاني، ابقى قابلني يا ساتر. الحمد لله الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. والله اسبوع دم خفيف، ده اسبوع يحرق الدم، اسبوع يحرق الدم يا بوب والله العظيم. بس هم لازم يتشكروا والله العظيم، شكرا جزيلا كابتن سام مرسي، والله العظيم كان نجم. طبعا كابتن سام مرسي ما جابش معانا ولا جول، بس عمل اسيست، والله اسيست ده اني جول ده ماشي. وعندنا كابتن عمرو طارق اللي عمل اي حاجه، خد كارتين حمر، وسام مرسي خد كارتين حمر برضه، وكابتن احمد حجازي خد كارت احمر، لا خد كارتين حمر برضه، فدي كده ست كروت ست كروت حمر. المحمدي ما اتطردش، ما اعتقدش انني اتطرد برضه، ولا تريزيجيه ولا تريزيجيه، ست كروت ست كروت حمر والله العظيم، رقم قياسي رقم قياسي. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا ساتر. يلا يا اخوانا، شاكرين على المتابعة الجميلة، السلام عليكم. Trash.